أهل غزة لو استسلموا وتركوا فهم عرضة للقتل أكثر من ما لو جاهدوا وصابروا وصبروا، وأيضا عرضة لسخط الله ومقته، فإن الله أوجب عليهم أن يجاهدوا وأن يصبروا ويصابروا وأن يرابطوا، وقد أمرهم بذلك في كتابه وأمر كل المؤمنين به، وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والاستسلام لم يأمر الله به أبدا، وإنما أمر بالمدافعة وبين أنها هي التي تمنع حصول الإفساد في الأرض، فقد قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.